حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية سعادة السفير محمد أشرف حربي. سلامة سعادة السفير، بعد التحية طبعا. محكمة العدل الدولية هل تملك سلطة قضائية لحل النزاع الأمريكي الإيراني وبالتالي رفع العقوبات، وماذا عن معاهدة الصداقة التي تحدث عنها الإيرانيون، هل لازالت سارية بين البلدين؟ أولا مساء الخير، وكل عام وأهلنا وأصدقائنا وأشقائنا في البحرين الشقيق بخير، وأيام مباركة وعيد سعيد إن شاء الله على الجميع. بالنسبة لموضوع الشق الأول، وهو بالنسبة لرفع العقوبات أو أهلية المحكمة، محكمة العدل الدولية، للطلب الإيراني أو ما رفعته إيران بشأن عدم إجازة فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو أصدرت المحكمة قرارا أو حكما بعدم رفع العقوبات، فهو قرار قد يطبق أو لا يطبق طبقا لمعايير مختلفة وإجراءات مختلفة نعلمها أو يعلمها الحقوقيين أو من يعملوا في المجال الدولي القانوني الدولي، أنه هو رأي استشاري ولا يفرض أبدا على دولة ما، ولكن بيؤخذ به فقط كرأي استشاري. كأهلية المحكمة ليست لها الأهلية في فرض عقوبات أو رفع عقوبات أو تأكيد على أي قرار تقوم به حكومة ما على حكومة أو دولة ما على دولة أخرى. إذن لماذا لجأت إيران؟ إذن لماذا لجأت إيران إلى يعني المحكمة الدولية إذا لم يؤخذ أو لن ترفع العقوبات عنها؟ زي ما قلت لحضرتك، هو فقط حتى تظهر للعالم كله أن هناك قرارا أمريكيا يؤثر على الشعب الإيراني وعلى الاقتصاد الإيراني بالنسبة لموضوع العقوبات، وبالتالي هي بتعطي للرأي العام العالمي صورة ليست طيبة، وصورة طبعا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط على الشعب الإيراني وعلى الحكومة الإيرانية حتى تفرض عليها مثل هذه العقوبات. وبالتالي هو الموضوع كله هو موضوع شكله شكل إعلامي وشكله جس، أو أن يعطي للعالم كله ورأي العام العالمي أن الولايات المتحدة هي تضغط على إيران وعلى الشعب الإيراني بفرض هذه العقوبات التي ستؤثر عليها طبعا سلبيا وعلى الشعب الإيراني طبعا بطريقة غير مباشرة. يعني هو نوع من أنواع فقط الإعلام، ونوع من أنواع فقط أن الولايات المتحدة تعتبر بالنسبة من وجهة نظر إيران هي دولة ظالمة ودولة تحاول. إذن سعادة السفير، ماذا عن الشق الثاني من السؤال، وهو هل بالفعل يعني ماذا عن معاهدة الصداقة التي تحدث عنها الإيرانيون؟ معاهدة الصداقة دائما هي لها شقين. الشق الأول هو دعم العلاقات والروابط المختلفة على كافة المجالات ما بين دولتين صديقتين، ولكن أيضا من الناحية القانونية هي ليست فرض على دولة أن تطبق كل ما في معاهدة الصداقة إلا إذا ما أخلت دولة ببعض البنود التي نصت عليها هذه المعاهدة. وفي حالة إيران أصبحت بالنسبة للولايات المتحدة ليست دولة صديقة، لأنها تقوم ببعض التدخلات وأيضا تحاول أن تتدخل في الشؤون الداخلية في دول المنطقة، ونحن نعلم جيدا أن التدخلات الإيرانية أصبحت تدخلات سافرة وأصبحت تدخلات لا يرضاها أبدا العالم كله، بالنسبة لما شاهدناه في الفترة الأخيرة من التدخل في سوريا، التدخل في اليمن، التدخل طبعا في البحرين، وأيضا حتى في السعودية، وحتى أيضا في مصر. يعني هي لها تأثير، والتأثير للأسف هو تأثير سلبي وليس تأثير إيجابي. هي لا تحاول أن تستقطبنا نحوها، ولكن هي تبعدنا نحوها بما تقوم به من إجراءات وتدخلات في شؤوننا الداخلية. نعم،
إذن سعادة السفير محمد أشرف حربي سلامة، المستشار في مركز الخليج للدراسات السياسية من القاهرة، شكرا جزيلا لك.